مرحبا بكم في عيشة ريسيبيز. وصفة اليوم عبارة عن بيتزا بمكونين فقط. سنحتاج في المقادير 300 غرام من الدقيق الأبيض، 200 غرام من الياغورت الطبيعي. في إناء نقوم بإفراغ الياغورت، نضيف الدقيق شيئا فشيئا، عجينة البيتزا بعد ما كتوجد فهي كتكون بهذا الشكل هذا. الا بغيتو تحتفظوا بها ممكن تحتفظوا بها في الثلاجه لمده نهار كامل، يعني ممكن تصاوبوها في الليل حتى غد ليها عاد تخدموا بها. الا بغيتو تحتفظوا بها في المجمد من الافضل تقسموها الكرات، ترقوها، وما بين كل ورقه ديال العجين ديروا بلاستيك غذائي او بابي كويسون وتحتفظوا بها في المجمد. ممكن تحتفظوا بها في المجمد لمده شهر بلا ما طيبوها نص طيبه، لان الا طيبتوها نص طيبه غادي تقصح حيت ما فيها لا خميره لا زيت لا والو. بالنسبه ما دارش فيها الملح للناس اللي عندهم طونسيون. فهاد العجين هذا صالح لجميع انواع البيتزا اللي كتعرفوا. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم، ولا بغيتوا ديما توصلوا بالجديد ديالي تابوناو فلاش. نشوفكم في حلقات اخرى مع وصفات جديده. الى اللقاء.